لما انطلقت التجارة الإلكترونية في العالم بريادة أمازون في تسعينيات القرن اللي فات، كان لسه مارك في المدرسة عوضاً عن إنه يعمل الفيسبوك، وده وضع أسس التجارة الإلكترونية في العالم، وكانت عن طريق المواقع الإلكترونية. وقتها كان العميل بيدخل على الموقع الإلكتروني التابع للشركة وبيطلب المنتج اللي محتاجه، وكانت الثقافة المنتشرة وقتها إن الموقع الإلكتروني هو نافذة جديدة لأصحاب الشركات والأعمال إن العميل يقدر يوصل ليهم من خلالها. وبدأ الأمر يتطور وظهرت منصات السوشيال ميديا والمدونات وغيرها، وأطلقوا مشروعاتهم لخدمة الأفراد والأعمال. وكان الهدف من المنصات وقتها إن الأفراد يكونوا على تواصل مع بعض في أي وقت، وده إدى فرصة للأعمال التجارية إنه يخليهم أقرب لعملائهم. وده موضوع حلقتنا النهاردة اللي سميناها ليه أعمل ويب سايت ما أنا ببيع على الفيسبوك أو باقي منصات السوشيال ميديا. أهلا بيكم في برنامج الوصل. في الفترة الأخيرة تصدرت منصات التواصل الاجتماعي المشهد كله، وأخذت من الماركت شير للمواقع الإلكترونية، خصوصا أن الصفحات شيء مجاني وتقدر تعمل عدد لا نهائي من الصفحات التجارية عن طريق حسابك الشخصي على المنصة الواحدة. طبعا مصير المواقع الإلكترونية وقتها أن دورها كان هيقل جدا، لولا اللي هقولك عليه حالا كانت فعلا المواقع الإلكترونية كانت هيبقى استخدامها محدود قوي. وفرت جوجل ميزات ساعدت المواقع الإلكترونية أنها تتصدر المشهد من تاني وتجذب الاهتمام ليها عن طريق أدوات تحليلية مهمة جدا لفهم سلوك العملاء وأسباب عدم إتمام عملية الشراء. وكانت المميزات عبارة عن أول حاجة تتبع حركات العميل داخل الموقع الإلكتروني، ودي بتفيد أصحاب الأعمال في فهم المنتجات الأكثر طلبا والصفحات الأكثر زيارة من العملاء المحتملين. تاني حاجة بقى معرفة سبب خروج الزوار بسرعة من الصفحة اللي هم زاروها، وده اللي بنسميه الباونس ريت، وهو معدل ارتداد العملاء عن صفحة معينة قبل ما ياخدوا الأكشن اللي أنا عايزه فيه. أما الحاجة الثالثة إعادة استهداف للعميل المحتمل، وإنك تقدر توصل للعميل اللي وصل لمكان في الموقع الإلكتروني بتاعك وما كملش، وتوصل له الرسالة اللي من خلالها هيكمل عملية الشراء. الحاجة الرابعة بس مش الأخيرة، معرفة المكان اللي بيدخل منه العميل للموقع، وهل هو بيدور عليك فعلا ولا بيوصل لك عن طريق إعلانات معينة. يسعدنا أقولك إن المميزات دي لا تتعدى 5% من مميزات الموقع والأدوات المخصصة ليها، وإن كل المنصات التجارية اتوجدت عشان تساعد في تحسين تجربة العميل أثناء العملية الشرائية بتاعته. المواقع الإلكترونية هي مفتاح من أهم مفاتيح الوصول للعميل المحتمل وتحويله إلى عميل فعلي. هسيب لكم في الديسكريبشن بوكس لينك عن مقال عن أهمية الموقع الإلكترونية بالكامل، وكمان إزاي تختار الشركة اللي تعمل لكم الموقع الإلكترونية للبيزنس بتاعكم. بشكركم جدا ونشوفكم على خير، وانتوا دايما متواصلين.